السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صح فطوركم وصح صيامكم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله رمضان كريم مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا ان شاء الله. صح فطوركم صح فطوركم، رمضان كريم لكم ولينا ان شاء الله. سلام، صح فطوركم جميعا. نتمنى ان الصوت والصورة واضحين اول شيء قبل ما نبدأ اللايف وموضوع اللايف. اذا الصوت والصورة واضحين قولوا لي في التعليقات. تركيا قوادري اونست جيرل هلو ملك روحي تركيا، صح فطوركم. سلام محمد لمين لاترس مايا جرافيك، صح فطوركم صح فطوركوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أن الجميع بدأ يلتحق سو صح فطوركم جميعا ورمضان كريم. نتمنى أنكم كامل بخير وشكرا لكم على التحاقكم بهذا اللايف. نأكد باللي راهو لايف خفيف وقوي بعض الشيء، راح تستفيدوا منه إن شاء الله، راح تستفيدوا من بعض الأشياء الإيجابية اللي يمكن راح تخدموا بها إن شاء الله. أنا متأكدة راح تخدموا بها بإذن الله وراح تستفيدوا منها. سو عبد الرحمن سلام، صبرينا سلام سلام، شكرا لكم كامل، شكرا على الالتحاق. كل واحد التحق بنا هذا اللايف تحياتنا له، شكرا له لأنه حاب فعلا يجيب جرعة إيجابية ويبدأ يغير حياته. اللايف كما قلت لكم راهو خفيف وفي نفس الوقت راهو قوي وبإذن الله راح تستمتعوا. أول شيء أود أن أشكر أكاديمية العقل الماسي وعلى رأسها المديرة الكوتش ماستر كوتش نوال بن بارك، بارك الله فيك. وأتشرف بأني نكون ضيفة عندكم في هذه الصفحة ونكون من ضمن المدربات اللي استضفتهم في مبادرة نفحات الوعي لشهر رمضان بطبعته الثانية. كنت معكم ضيفة العام السابق والحمد لله أن العام هذا أنا أتشرف بأني نكون ضيفة مرة أخرى، وإن شاء الله يكون الموضوع مفيد للجميع إن شاء الله. يس عائشة إشراق عبد الرحمن مرحبا بالجميع. الموضوع مبدئيا ما هو عندهش علاقة بشهر رمضان، ولكن هذا لا يمنع اني نتمنى لكم رمضان كريم مليان كله خير ونعيم ان شاء الله عليكم وعلينا. الموضوع هو مختلف تماما كما مكتوبة في العنوان Think Differently. قبل ما نبدأ اللايف، ما شاء الله تقبل الله ان شاء الله اجمعين. قبل ما نبدأ اللايف نحب اذا كان متطوع يطلع معايا لايف. I need a volunteer. Yes. أريد متطوع يطلع معي اللايف. قبل ما يجيني المتطوعين، معكم الأستاذة هاجر قعيد، أستاذة لغة إنجليزية ومدربة معتمدة من أكاديمية الاتحاد المدربين الأكاديميين بتركيا. حاليا أقدم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية دايركت وأونلاين، يعني دورات حضورية ودورات أونلاين لمن يريد تعلم اللغة الإنجليزية، وكذلك أقدم دورات لطلبة البكالوريا القسم النهائي لمراجعة شاملة لبرنامج البكالوريا. إذا كان متطوع يطلع معايا لايف قبل ما نبدأ موضوع اللايف مباشرة. هلو ميبا ابتسامة كريمة ريان حنين thank you so much. أعطيني قناتك، قناتي هاجر قعيد على اليوتيوب وكذلك صفحتي على الفيسبوك هاجر قعيد وعلى انستغرام بنفس الاسم ايضا هاجر قاعد، تلقوا المحتوى لتعليم اللغة الانجليزية. صح فطورك بتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي اجمعين يا رب العالمين، ربي يوفقنا جميعا. Is there any volunteer؟ هل هناك اي متطوع؟ سلام نوال، سلام ماستر كوتش نوال، وجدد شكري لك على هذه الاستضافة. إن شاء الله نكون كل رمضان إن شاء الله متلمين مع مجموعة من المدربين.
مساء النور. So, there is no volunteer here. الله يسلمك، صح فطوركم جميعا. So, ما كان حتى واحد يقدر يتطوع ويطلع معايا لايف. اللي كان إذا كان متطوع يضغط فقط على زر المشاركة ويطلع معي. هي فكرة بسيطة جدا، يعني ما فيها حتى حاجة. So, كان قال أنا أوكي. So I add someone here. Honest girl. راني اديتك انت لولا ضغطتي. Yes, honest girl. راني ضغطتك درت لك ادين. اذا راكي تسمعي فينا ولا اذا راكي تحكي واحنا ما ناش نسمعوا فيه. Okay, I will choose another one. الثاني مباشرة. So there is no sound. ما كان في صوت. Honest girl قولوا لي، انا ما نسمع في حتى حاجة. اوكي راح نضغط على اوكي my graphic. Yes, I added you. أنا أضفت الكونت مايا جرافيك. إذا كان تسمع فينا أو تقدر تشاركني. أوكي صح فطوركم جميعا، شكرا على هذه التعليقات. أنا ما نشوف حتى واحد طلع هنا يا راني. أضفت الفالنتيرز وما كان حتى واحد قدر يسمعنا صوت. أوكي إذا الصوت ناقص هل تسمعوا في صوتي ولا لا؟ اوكي الصوت ماشيكم تسمعوا فيه؟ هل الصوت ناقص؟ الصوت ناقص الان؟ اوكي الان هل الصوت مسموع ام لا؟ فقط قولوا لي بالتعليقات. اوكي الان الصوت ناقص. نورمالي اي هاف ا مايكروفون سو ساوند بي اوكي. نتمنى ان الصوت مسموع الان. اوكي كان اللي يقولوا لي يس مسموع وكان اللي يقولوا لي ناقص. اللي يقولوا لي ناقص I think the problem is yours. وقيل البروبلم عندكم ما نعرف. I have a microphone here والناس راهي تسمع فيها وقالوا لي باللي راهم يسمعوا فيها. اوكي لا علينا. اول شيء انا اعيد موضوع اللايف. هو موضوع خفيف عادي جدا، هي عبارة عن دردشة، ولكن هذه الدردشة راح تكون ترجع عليكم بالنفع الايجابي لكم ولجميع من يشاهدنا. فقط اردت اني نطلع فالنتير معايا ولكن ضغطت ويمكن خلل تقني او شيء ما طلع معايا حتى واحد متطوع عبر اللايف. اوكي سو لا يهم. هي الفكره ان لما يطلع معايا شخص لايف باش نقول له ثانك يو يو ار ديفرنت، انا شكرا لك وانت مختلف. مختلف لماذا؟ لانك ضغطت وطلبت من عندي انك تكون متطوع وتطلع معايا لايف. وهذا هو موضوع اللايف، هو كيف تكون مختلفا، كيف تفكر differently، كيفاش راك تفكر باختلاف. يعني ماشيك تفكر كيما الناس العاديين، ماشيك تمشي بكل حب نقول لكم ماشيك تمشي مع القطيع، وكيما نقولوا في واحد المثل انك تغرد خارج السرب. يعني كيفاش؟ سو الناس اللي ما تطوعتش وما ضغطتش على اللايف باش تطلع، نسالكم سؤال: What have stopped you؟
وشي الحاجة اللي حبستكم؟ وشي الحاجة مخلتكمش تطلعوا لايف؟ What have stopped you to volunteer؟ وشي الحاجة مخلتكمش تطلعوا لايف؟ اكتبوا لي في التعليقات آراءكم، نحتاج جميع آراءكم بليز. ما هو الشيء الذي وقفكم من التطوع حتى تطلعوا معايا لايف؟ اوكي اكتبوا لي بالكومنت. وعليكم السلام أم سيرين، صح فطورك انت زاد. متانية بلبس وإلا لطلعت قبل الواحد. متهيئة، مانيش متهيئة بلباسي. اوكي إيمان، اوكي من وما هي العوامل اللي ما خلتكمش تطلعوا لايف؟ اكتبوا لي الأسباب، العوامل، الخجل. اوكي لا بلوج، الخجل. اوكي بين شاي، زيدوا. أريد الكثير من التعليقات. وشي الأشياء اللي ما تخليكمش تطلعوا لايف in front of the public؟ مانيش محضرة روح. أوكي الخزن، أوكي خزن فقط. جديد معكم، مهتم وأعجبني المحتوى. أوكي مرحبا بكم، اللي عاجبه محتوى اللغة الإنجليزية ينضم إلى صفحتي على الفيسبوك هاجر قعيد، وإلا صفحتي على الإنستغرام نفس الشيء هاجر قعيد. أنا أستاذة لغة إنجليزية ومدربة معتمدة. يس أو لا، كذلك هناك قناتي على اليوتيوب هاجر قاعد. خوف من الأهل، أوكي قصدك ما عندكش إذن من الأهل. يس شوفي، هي بالنسبة لطلوع اللايف حتى ولو بالصوت فقط، مش شرط صورة وصوت. الصوت ضعيف، أنا لا أعلم، الصوت يكون مسموع عند أغلبية الناس. I think it's okay. مانيش متهيئة فقط. اوكي ريان مانيش متهيئة فقط. اوكي بلا ما نضيع الوقت، هي مجموعة من التعليقات. الصوت ما كانش قليل، مهتمة بالانجليزي. اوكي استاذ عطلان صوت منخفض. هل الصوت منخفض؟ اتمنى ان الصوت موجود او تسمعوا في الصوت بشكل جيد. اتمنى ان الصوت راه وصلكم بشكل جيد باش نكملوا لايف نتاعنا. اوكي هي الفكره اني طلبت من واحد منكم انه يطلع لايف، وما كانش كان متطوعين ولكن ما خرجوا ليش، يعني يمكن خطا تقني وما طلعوش معايا لايف. والان السؤال هو وشي الحاجه ما خلتكمش تطلعوا لايف؟ واللايف مش معناها راه صوت وصوره، يمكن فقط حتى صوت فقط حتى بدون اي صوره. اوكي سو الصوت ناقص، أين مقر فضلك؟ لا نسمع الصوت جيدا، ما نعرف مش مشكلة الصوت. أنا normally everything is okay. بالعكس الصوت زاد، نقص نزيد اقرب الميكروفون. الميكروفون نحيته، قلت له نقصي الصوت، زيدي الصوت، نحيته قلت له لعل راهو اوكي. إن شاء الله الصوت فقط راهو مسموع. أوكي كوبي لايف عاود يطلع من جديد باش يتسجم الصوت. سو يمكن ناخذ برأي جميلة منصوري. سو راح نغلق اللايف. اوكي راح نغلق اللايف ونعاود نرجع لكم لايف، يمكن يتسجم خلل تاع الصوت. اوكي سو استاذنكم حتى نغلق اللايف ومن بعد نرجع لكم.
هلو again، رجعنا باللايف مرة أخرى. إن شاء الله راه مشكلة الصوت حل فقط حتى نكملوا اللايف. قولوا لي إذا كنتوا تسمعوا فيا، is the sound okay ولا لا؟ اوكي الصوت راه مليح على حسب التعليقات. so let's continue. اوكي انا سألت سؤال في المقطع الاول من اللايف السابق اللي قطعناه، قلت لكم وش هي الاسباب اللي وهي الاسباب اللي خلتكم ما تطلعوش لايف، ما هي الاسباب اللي خلتكم ما تطلعوش لايف؟ وكان اللي قالوا لي الخجل، وكان اللي قالوا لي الخوف، وكان اللي قالوا لي عدم موافقه الاهل. اوكي وي كان هير يو، ثانك يو فاينلي. وكان اللي قالوا لي موافقة الأهل، وكان اللي قالوا لي مانيش متهيئة وكذا وكذا. أوكي بالنسبة لهذه الأسباب كامل، يمكن هي أنا ما سميهاش أسباب، هذه ذرائع تخلقوا فيها أنتم باش ما تكونوا شي لايف. وكما قلت لكم راهو اللايف مش شرط أنكم تكونوا صوت وصورة، حتى ولو أنكم صوت فقط. أنا طلبت واحد منكم فالنتير اللي هو متطوع يطلع معايا ويكون معايا لايف حتى ولو بصوته، أنا مش شرط صوت وصورة. والأسباب اللي ذكرتها بالنسبة لي it's not real، ما هي شي حقيقية. so هي ثلاثة أمور تلخص لنا العوامل اللي ما خلتكمش تطلعوا لايف، ولا اللي يمكن ما خلتكمش أصلا أنتم باش تديروا تقدموا على حاجة وتبطلوا وتنسحبوا. وشي هي هذه الأمور؟ هي أول شيء الفير، الخوف، فير الخوف، lack of motivation. وش معنى الموتيفيشن؟ اللي هو التحفيز، lack of motivation اللي هو نقص التحفيز بالإضافة إلى الخوف اللي ذكرته. ونمبر 3 اللي هي الأوبستكلز. الأوبستكلز هي العوائق، العوائق هذه قدر تكون خارجية وقدر تكون داخلية، ما يهمش. احنا يمكن انا نرجح لكم الامر انها تكون خارجيه، لان الفير والفير واللاك اوف موتيفيشن راهم داخليين. عامل الخوف وعامل نقص التحفيز راهم عوامل داخليه تمنعكم من انكم تقدموا على حاجه مختلفه. yes going out of comfort zone. thank you صالحه. yes هي نفسها الفكره تاع الكومفورت زون. نعم ذا سيم ثينج، لما تقدم على حاجه ما تقدرش تتخطى منطقه الراحه نتاعك كما ذكرت الاستاذه صالحه. نفس الشيء حتى انك باش تطلع لايف، ولا باش تشارك شخص معاه لايف، ولا باش تشارك فكره، والا مثال رحت الملتقى ولا حاجه وحبيت تشارك او حبيت تبدي رايك او تسال سؤال، هي ثلاثه امور ما تخليكش تقدم على هذا الشيء: الخوف، نقص التحفيز، والمعيقات اللي هي الاوبستكلز. اوكي بالنسبة للمعيقات نخليها هي نمبر 3. المعيقات كل ما ذكرتي أستاذة يدخل تحت جزئية مقاومة التغيير. yes الأحسن أحمد عرب. yes هي مقاومة، يمكن مقاومة التغيير، يمكن نسميها أنا self sabotaging. self sabotaging شغل تصبوطي في روحك. أوكي نقولوا فيها السابوتاج حتى في اللغة العامية نتاعنا، وبالإنجليش نقولها self sabotaging، إنك دائما خايف، دائما من ما عنديش تحفيز كامل، ما همش يحفزوا فيا، ما همش يدعموا فيا، ولا عندي عوائق 1 2 3 4. تبدا تعد في العوائق، وهو بامكانك انك بدلا من انك تذكر هذا كامل، انك تقدم هاك الحاجه، تقدم عن هذيك الحاجه وانت شتاها وحاب هذيك الحاجه بكل حب، وانت تقدم عليها عادي جدا. ما كاين حتى شخص يمنعك من التقدم من غير نفسك. نفس المبدا احنا عندنا في تعليم اللغه الانجليزيه، بما انني استاذ لغه انجليزيه ونتلاقى ياسر مع متدربين، ان عندهم قابليه انهم يتعلموا اللغه الانجليزيه، ولكن العامل النفسي هو ما يخليهمش يتعلموا. دائما I can't do that، there is no motivation، ما كانش تحفيز، ما قدش نديرها، I'm not good enough، لست جيدا بكفايه. معنى هذه الامور كامل تخلي الشخص ما يقدمش ولا ما يتعلمش، ولا او جاي وخلاص جاي باش يبري ذمته بينه وبين نفسه، وفي الاخير ما يتعلمش. علاش؟ لان عنده عوامل اللي هي ثلاثة هذه: الخوف وعدم التحفيز وايضا العوائق الخارجية يمكن تكون هي اللي مخلياته حبيس نفسه، ما يتقدمش وما يديرش حاجة جديدة. اوكي
وهذه قلت لك الأمور الثلاثة هي اللي ما تخليكمش تكونوا different. What does mean different؟ معناها مختلفين. الأمور هذه الثلاثة ما تخليكمش تكونوا مختلفين. So الاختلاف عبارة عن ماذا؟ الاختلاف هو أنك تخرج ب أو تخلق طريق لوحدك، ما تقعدش تتبع في الناس باللي راهم داروا وداروا، لازم نمشي على نفس خطاهم باش ننجح وباش ننجح. نو no. أنا نقتبس خطاهم الناجحة ونكيفها على هوايا وعلى أسلوبي ونخلق طريق لي بنفسي. أوكي، أنا على بالي بلي راه الحديث سهل، وكيفاش نطبقوه كيفاش تطبقوه سهلة جدا. كيفاش تطبقوه؟ إنكم تبعوا أنفسكم. What do you want؟ وشي الحاجة اللي راكم حابينها، ولا الحاجة اللي حابين تطوروها في أنفسكم. تبع نفسك أنت وشي الشيء أو المهارة اللي حاب نفسك إنك تطورها أو إنك تتعلمها، وتبع هذا الطريق. يعني تبع ماذا تحب، واعرف ما هي الاشياء اللي تخليك تدير ماذا تحب. اوكي، معناها هو اصلا موضوع اللايف ثينك ديفرنتلي، معناها كيف تكون مختلف. كيف تكون مختلف؟ الاجابه هي هنا انك تبع نفسك، وشي الشيء اللي راك حابه تبع ودير الشيء اللي راك حاب. معناها ما تبعش فلان نجح في المجال الفلاني، دار بروغراماسيون مثال، دار برمجه ونجح فيها وجاب اموال ودار بزنس، و يمكن انت نفسك مش مهيئ لهذا الشيء وما عندك حتى ميول لهذا الجانب. ممكن انا عندي اللغه الانجليزيه، انا نحب اللغه الانجليزيه، مش كنحبها، نحب نعلم الناس اللغه الانجليزيه ونخليهم يكونوا واثقين بانفسهم لما يتحدثوا، او نعطيهم الاشياء اللي تهمهم في مجالهم باش يطوروا بها مجالاتهم. انا هذا حبي، وهذا مجالي، وهذا شغفي، وراني نتبع فيه، مع اني ما تبعتش الناس اللي تخرجت من الجامعه ودخلت كونكور ونجحوا اساتذه، وراهم اساتذه في الحكومي واساتذه في الاطوار الثانويه والمتوسطه. انا راني استاذه حره، نخدم على راحتي، نخدم عمل حر، نبتكر ونبدع في عملي، يعني كيما راني نحب، ونخلق في الاسباب باش نطور عملي اكثر واكثر. والحمد لله يوما بعد يوم نلاقي قبول كبير من المتدربين، وعجبهم الاسلوب وعجبهم الابداع وعجبتهم الافكار، وربي قدرني ان شاء الله باش نزيد نطور ونزيد نجيب جديد اكثر واكثر. علاش؟ لاني عرفت واش نحب. نفس الشيء اي واحد باش يكون مختلف لازم يعرف واش يحب، ويعرف كيف يطور حتى يصل لما يحب. يعني هذا الشيء اللي يخليك مختلف، انك ما تتبعش الناس، ما تتبعش، بكل حب نقول لكم ما تتبعش القطيع، يعني ما تتبعش المراحل اللي فاتوا عليها قبلك الكل. اقتبس ما يهمك من المراحل، امتص وشي خدمك واخدم به. اوكي، وزيد بالزيادة تخلص من ثلاثة العوامل اللي ما تخليكش تكون different، اللي هي الفير واللاك اوف موتيفيشن والاوبستكلز، اللي هي الخوف وعدم التحفيز والعوائق. هذم كامل تخلص منهم باش تكون different in this world. العالم يحتاج ناسات مختلفين، ما يحتاجش تكرار لنفس الحلقة، ما يحتاجش إنسان يعيش في حياة إنسان آخر ويعاود في نفس التكرار ويعاود في نفس الحركة، ولا يعاود في نفس مراحل شخص معين كان في السابق يعيش بفكرة معينة وأنت تعاود فيها. نو no. العالم الآن والأفكار الحمد لله راهي توفرت، انترنت موجودة، كل شيء موجود، فقط اقتبس ما يفيدك وتكيف معاه على أسلوبك أنت الخاص. أوكي، الإرادة والثقة في النفس تصنع المعجزات. نعم بالضبط، الإرادة والثقة بالنفس. كيفاش الثقة وكيفاش الإرادة؟ الإرادة هي أنك تكون عارف وش أنت، يعني عارف الفيجن نتاعك، الرؤية نتاعك وين رايحة، هي اللي تعطيك الإرادة. والثقة هو تمكنك من هذا الشيء. معناها مستحيل، أنا ضد هاك الحاجة أنه يقولك الإنسان هيا نقولك كيفاش تثق في نفسك. كيفاش نثق في نفسي وأنا ما عنديش مهارة وما عنديش تمكن في هذاك المجال؟ لازم نتمكن من المهارة نتاعي، ولا المجال نتاعي، ولا الخدمة اللي راني نقدم فيها. الثقة واحدة واحدة تجي. الثقة عندي هي تحصيل حاصل، ما هي شي أمر أساسي لازم تكون عندي الثقة باش نقدم على كل حاجة. نو no. لازم تكون عندك الإمكانية، لازم تكون عندك المهارة، لازم تكون عندك القدرة والتمكن من هذاك الشيء. والثقة هي تحصيل حاصل فقط. كما قلت لكم تخلصوا من المعيقات، المعيقات تخلصوا منها، سواء داخلية خارجية، أخلقوا جو لأنفسكم تخلصوا من كامل المعيقات. وزيد بالزيادة لازم يكون عندكم الموتيفيشن، تحفيز الداخلي، لازم تحفيز داخلي. ما تستناش واحد يقولك واو يو ار جريت يو كان دو ات يو ار جود اناف،
no at all. ما تستنى حتى واحد يقول لك أنت جيد وأنت تصنع وأنت تستطيع وأنت وأنت وأنت. أنا نقولها لنفسي، نقولها لنفسي، ما استنى حتى واحد. إذا قالوا للناس اللي من حولي اللهم بارك، راح تزيد فيا شجاعة وثقة وتقدم. أما إذا ما قالها لي حتى واحد، ما نحتاج حتى واحد، راح نصفق روحي طول الطريق من اللي نبدأ أنا نصفق روحي حتى نصل. كل ما ذكرتي أستاذ يدخل في جزئية مقاومة التغيير. نعم بالضبط. شوف بصراحة I'm not a personal improvement coach، مانيش مدربة للتنمية البشرية ومانيش ما عندي حتى علاقة بهذا المجال، فقط أنا متتبع على هذا المجال بصراحة، نتبع من بعيد البعيد. بالصح أنا نحدث فيكم على أمر أنا أؤمن به وجربته وصلح معايا، أنك تكون مختلف بتفكيرك بالرؤية نتاعك راح يصنع لك نتيجة سريعة جدا وناجحة أسرع من الناس اللي تمشي في ريتم واحد. وذكرت تجربتي مع اللغة الإنجليزية قبل قليل. أوكي. وبالنسبة للناس اللي قلت لهم ممكن تطلعوا معايا لايف، مش راح نقول لهم حتى حاجة، هم معظم الناس انسحبت وما حبتش تدخل معايا لايف، مش راح نقول لكم حتى حاجة، فقط باش نقول لكم أنتم مختلفين وأنتم رائعين. علاش أنتم رائعين وأنتم مختلفين؟ لأنكم قبلتوا تطلعوا لايف على المباشر in front of the public وتتحدثوا وتحكوا ويسألوكم ويجاوبوكم. هذا مكان اللي قبل باش يطلع لايف هو إنسان مختلف بتفكيره، وكذلك الحاضرين اللايف هذا هم مستعدين إنهم يكونوا مختلفين وما يكونوش نسخ عن الناسات قبلهم. So, إذا كان عندكم أي فكرة بمناسبة هذا الموضوع أو أي إضافة أو أي سؤال ممكن تكتبوا لي في التعليقات حتى نثري اللقاء. أنا ما نحبش اللقاءات الجامدة إني نقدم فقط مقدم، نحب أنكم أخذوا عطاء، أنتم تمدوا لي وأنا نجاوب ونمشي معكم. وإذا عندكم أي سؤال حتى في بالنسبة لتعليم اللغة الإنجليزية أو في مجال معين من مجالاتكم، أنا هنا حتى أجيبكم. بصراحة موضوع اللايف هو think differently، هو يمثلني كثيرا لأني نخمم باختلاف، نفكر مختلفة تماما عن الناس اللي راي في مجالي. going out of the comfort zone. exactly yes. اوكي إذا كان عندكم أي سؤال أو أي تعليق اتفضلوا بالتعليقات. الآن السؤال، أنا على بالي بلي راكم تقولوا لي how we can be different، كيفاش راح نكونوا مختلفين، كيفاش راح نكونوا مختلفين. باش تكون مختلف في هذا العالم وفي هذا الكون، أنك كما قلت لك تتخلص من العوائق اللي عندكم من الخوف وتحفز نفسك بنفسك، وزيد بالزيادة تحيط نفسك بناسات إيجابيين، تحيط نفسك بناسات ناجحين، تحيط نفسك بناسات كل يوم تنوض الصبح تقول لك باش ندير وباش ندير وباش ندير، عندها ديبلوم. حيط نفسك بناسات تحب تطور من نفسها، تحب تمد الكثير، ما تبخلش في العطاء. حيط نفسك دائما بالاشخاص الايجابيين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. فيعني هنا اعرف من تخالل، اعرف من تتبع. حتى في الفيسبوك او الانستغرام تبع الصفحات الايجابيه اللي تبث لك ايجابيه، اللي تعطيك بدون أن ما تبخلك، اللي تمد لك المصادر، اللي تمد لك الأفكار، اللي تقدر تستوحي منها أشياء. اتأكد باللي راهو عقلك راح يبروسيسها، يعني راح يعالجها بشكل من الأشكال وراح يقدمها بأسلوبك الخاص. فقط أنت كون مستعد وكون منفتح لهذا التغيير. تغيير الأفكار هو السبب الوحيد للتغيير. تغيير الأفكار، شوف شيء ما سيحي. تغيير الأفكار هو أصلاً الله سبحانه وتعالى خلقنا كاملنا مختلفين، كل واحد عنده البصمة نتاع البيولوجية، كل واحد عنده شكله الخارجي، كل واحد عنده الفكر. فقط أنت تبعي فكرك وتبعي يعني تبعي فكرك، تبعي أنت وش راكي حابة، راح تكوني مختلفة. فقط دعمي روحك، دعمي روحك بالناسات الإيجابية، ودعمي روحك بالمهارات اللي تقدر توصلك لهذا الشيء، وراح تكوني حتماً مختلفة. أنا أريد تعلم اللغة الإنجليزية وليس لدي مهارة فيه، وأنت تقولي محال تتحفز وأنت ما تكتسبش المهارة، يعني حسب كلامك مش راح نقدر نتعلمها ولا واش نعمل؟ نو أنا ما تحدثتش كيما هكا. سو أنت تريد تعلم اللغة الإنجليزية، أوكي أنت تريد تعلمها باش تطور من مجالك، مش تريد تتعلمها باش تكون مختلف عن الناس اللي تعلم في اللغة الإنجليزية. أوكي يعني ما بين قوسين، اللي يحب يتعلم اللغة الإنجليزية
يتعلمها كوسيله يقوي بها الويلز نتاعها، يقوي بها الاشياء اللي راهو حاب يوصل لها. مثال واحد، مثال شخص ديزاينر، نقولوا احنا مصمم، المصمم هذا يخدم بوستات على الفيسبوك ولا الانستغرام، يحتاج اللغه الانجليزيه في ترجمه معينه. مثال لما يعطوه شعار ولا حاجه، يحتاج هو اللغه الانجليزيه باش يترجم هذا الشعار. سو يروح يتعلم اللغه الانجليزيه باش يهزها كوسيله يطور بها مجاله. هذه الفكره، مش معناها يروح يتعلم اللغه الانجليزيه باش يروح ينافس اساتذه اللغه الانجليزيه ولا مدربين اللغه الانجليزيه باش يكون مختلف في مجال. يعني there is a difference، كاين فرق هنا. كيف نتخلص من الخوف من التغيير؟ مش سهل. مثلا تحب تصدم في حاجه جديده لكن تخاف من الفشل. اوكي، كلمه تصدم هذه بكل تحفظ، تصدم وعندك مهاره كما ذكرتها من قبل. مثال المجال انت اللي حابه تدخلي فيه لازم تكون عندك مهاره ولو حتى 30% 40%، وراح تدخلي الخوف اصلا يقل لما تكون مهارتك، لما يكون التمكن نتاعك موجود بشكل او باخر، الخوف راح يقل اوتوماتيكلي، معناها لوجيكلي اصلا منطقيا راح يقل الخوف. ومن بعد يقعد شويه خوف، هذاك راح تتغلبي عليه من مرحله الى اخرى. يعني ما تصدمش على مجال وانت ولا علاقه به باش تكون منافس فيه من الكبار. معناها يعطيك الصحه، مزيد من التالق والنجاح. الله يسلمك، شكرا. ان شاء الله راهي الفكره وضحت. الفكره بسيطه وسهله جدا، مع اني فعلا انا نحكي عليها بتلقائيه، ما حضرتش هكا ياسر، ولكن على بالي بلي راهي راح توصل، لانني شيء مؤمنه به وشيء مصدقاته وشيء راني نخدم به لحد الان، وربي قدرنا ويقدركم ان شاء الله. ما رايك استاذه في شخص يحاول التغيير ويتصادم مع محيط منغلق وتفكير محدود؟ ما الحل؟ شوف، المحيط، التفكير، البيئه، الناس المحيطين بك، هذه كامل رانا في نفس الحيز. الناس اللي نجحت هي الناس اللي تجاهلت المحيطين بها، هي الناس اللي خلقت طاقة تجذب بها الناسات الإيجابية اللي نفسها كيما نفسها. معناها المحيط راه موجود عند الناس الكل، الناس كلها راهي تعاني من المحيط، الناس كلها تعاني من الأشخاص السلبية والمجتمع يمنع وا 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 وا. ولكن خلي أنت معناها طاقتك الداخلية، خلي قوتك الداخلية هي اللي تجذب لك ناسات تشبه لك. حاولي تصدقي نفسك، حاولي أنك أنت عارفة وش راكي تحبي وحابة تكملي فيه وتطوري فيه. أوكي، وزيد بزيادة، تصديق النفس ما يجيش من الترائي والرياء وأنا ودرت وما درت وما درت. تصديق نفسك هو بكل بساطة تقدر تصدق نفسك وأنت تمشي بكل قوة وهدوء، يعني بعيدا عن كل الزحمة. أحب مجال التدريب، واش تنصحيني بها نطور باش نطور مهارتي؟ أوكي، مجال التدريب هو أنك لازم تدخلي عند دورة لتدريب المدربين، فقط اختاري الدورة اللي راح تفيدك والدورة اللي فيها مدربين يقدروا يعاونوك. صح، سهل. مجال التدريب هو أنك تدخل دورة، ولكن مش أي واحد يقدر يخرج مدرب، هو فقط الإنسان اللي حاب يكون مدرب واللي مصدق روحه راه مدرب وعنده كما نقولوا الصفات الكاملة للمدرب. هنا أولى الصفات اللي نعطيها الأولوية هنا إنه يكون المدرب لبق. مش معناها لبق، لبق مش معناها جميل والحديث وحديثها رائع و و و نو. لبق هو إنك تكون مسؤول عما تقدمه. أنا راني نحكي الآن وأنا مسؤولة عما أقدمه وأصدق ما أقدمه، مانيش نتحدث وخلاص. هذا هو المدرب المؤثر. الله يوفقك، ان شاء الله اجمعين يا رب العالمين. اذا كان عندكم اي سؤال او اذا كنتوا تريدوا اي اضافه او اي تدخل، اكتبوا لي بالتعليقات ومرحبا بكم. كما ذكرت باللي راهي الثلاثة العوامل، هو موضوع اللايف نعاوده لجدد، هو think differently، فكر باختلاف. الأشياء اللي تخليك تفكر بالاختلاف هي لما تنحي من بالك الخوف، النقص، التحفيز والعوائق، هذا متنحيهم من بالك وراح يجيك الاختلاف بإذن الله. وتتبع أنت وش حاب، your wheels your desire، معناها الرغبة، الأشياء اللي راك حاب تحققها تتبعها خطوة بخطوة مهما طال الطريق. معناها ما تستعجلش النتائج، فقط تتبع واحدة بواحدة وحاول انك تجمع ما بين الوسائل اللي تقويك وتخليك توصل الى ذاك المجال. كيف اقوي ثقتي بنفسي؟
بالنسبة لي مفهوم الثقة بالنفس هو لما يكون عندك مثال، أنت حابة تروحي مجال معين، لما تكون عندك فكرة عن هذاك المجال، أوكي، لما تكون عندك فكرة عن هذاك المجال راح تجيك ثقة بالنفس. هي تحصيل حاصل ثقة بالنفس، مش واحد يجي يزرع لك فيها ولا يدق لك إبرة، راي عندك ثقة بالنفس. سو لازم تكون عندك أنت شوي مهارة وراح تجي واحدة واحدة تقني. ما هي نصائحك لتعلم اللغة الإنجليزية كخبيرة في المجال؟ أوكي، إن شاء الله نكون خبيرة في المجال أول شيء. ثاني شيء، نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية هي كثيرة جدا، بس أنا مش راح نعاود النصائح الروتينية اللي هي أقرأ كتاب وأسمع أغنية وأسمع فيلم و لا، أنا راح نقول لك حاجة واحدة، هو إنه يكون عندك رصيد معين من المفردات وزيد بزيادة تتحدث بهذاك الرصيد. مع من تتحدث؟ تتحدث مع نفسك، حتى ولو لم تجد أي شخص، تحدث مع نفسك بالرصيد اللي عندك. عندك 10 كلمات لغة إنجليزية، تقدر تخرج 100 جملة من هذيك 10 كلمات، ومن بعد وحدك راح نفسك تطلبك انك تزيد هذيك 10 الكلمات، تعد توصل 20 وبعد 30 وبعد 100 وبعد 2000 words، معناها 2000 كلمة، و2000 كلمة كفيلة انك تتحدث اللغة الانجليزية وتفهم اي شخص من مستويات اخرى، معناها لان المستوى الاول هي 350 ولا 400، مستويات الاعلى شوي 2000 كلمة. اوكي، اذا كان اي سؤال قبل ما نغادركم هذا اللايف، اول شيء قولوا لي يعجبكم اللايف ولا لا، وشي الاشياء اللي استفدتوا منها، وان شاء الله كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. I mean anxiety, for example, a few months ago, I wanted to enroll in a high standard school, but I was afraid of disappointment, even though I know my level well, but I got scared, so I lost the opportunity, so that's my only problem, the anxiety. Okay, the next choice or the next opportunity will be yours. إن شاء الله الفرصة القادمة راح تكون فرصتك بإذن الله ميس صالحة, because you know your problem. When you know your problem, you will know how to fix it. معناها راح تعرفي كيفاش تعالجها. إذا عرفتي المشكلة نتاعك راح تعرفي بإذن الله كيفاش تعالجها. فقط تخلصي من الانزايتي اللي حكيتي عليها ومن الفير. لو سمحتي أعطينا نصائح جوهرية للتخلص من الأفكار السلبية. للتخلص من الأفكار السلبية إنك تكون إيجابي. إنك تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين. إنك تشوف نفسك من الدائرة الكبيرة, يعني من خارج الدائرة. تشوف هل أنت تعاود في حياة ناس أخرين عاشوها ولا أنت تجيب في حاجة جديدة. إذا كنت تجيب في حاجة جديدة يعني أنت شخص إيجابي وشخص مختلف وطارد للأفكار السلبية. حاول أنك ما تعودوش حياة ناس عاشوا وداروا وأنتم تمشوا على نفس خطواتهم. كيف أطور مهاراتي في تعليم اللغات؟ أوكي, في تعلم اللغات قصدك اللغة الإنجليزية. تطوير المهارة في اللغة الإنجليزية يعتمد على رصيد معين من الفوكابولوري, رصيد معين من المفردات, ثم نطق صحيح, تعلم النطق, ومن بعد ممارسة. الممارسة ما تستدعيش أن يكون معك شخص ولا أشخاص, الممارسة قادرة حتى أنت ونفسك راح تكوني ممارسة جيدة للغة الإنجليزية. أوكي, لا لا ما تغادريش. أوكي, I'm here. So if you have any question, just write it in the comment below. إذا كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنت قبل المغادرة. إن شاء الله يكون اللايف خفيف كما قلت لكم, وإن شاء الله استفدتوا, وإن شاء الله وصلتكم الطاقة اللي راني نخرج فيها لكم إن شاء الله, وإن شاء الله تكونوا مختلفين وتكونوا مبدعين في أي مجال من المجالات. إذا حابين تتصلوا بي صفحتي على الفيسبوك هاجر قعيد, وعلى انستغرام بنفس الاسم هاجر قعيد, وكذلك قناتي على اليوتيوب, وكل هذا المحتوى هو لتعليم اللغة الإنجليزية. So I have to go now, the live is finished. كملنا اللايف, نتمنى انكم استفدتوا ولو حتى بقليل. Thanks for your advices, you are full of good vibes. Thank you Miss Saleha.
إن شاء الله راكم استفدتوا، إن شاء الله راكم قررتوا أنكم تكونوا مختلفين، وقررتوا أنكم تخلصوا من الخوف، وقررتوا أنكم تحفزوا أفكارك توصل بزاف خفيف على خاطر ربي يحفظك، أفكارك توصل ليه على بالي. شكرا، thank you so much. على بالي باللي راهو أفكاري وحديثي يوصل ثم وبدون تكلف، بدون أي مبالغة، لأن بصراحة راني نحكي بقلبي، معناها مانيش نختلق في الحديث أو نصطنع أو أي شيء. أني حابة صح أي شخص منكم أنه يكون مختلف، أنه يكون مبدع، أنه يكون يعاون الأشخاص المبدعين، يحيط نفسه بناسات إيجابيين، ويتخلص من الخوف، ويخلق ذاك التحفيز الداخلي، the self motivation، ويحبس the self sabotaging اللي هو السابوتاج تاع النفس. حبسوا، ما تكونوش judgmental، ما تكونوش دائما تحكموا على نفسكم، تجلدوا في أنفسكم، حاولوا دائما تمدوا فرصة لأنفسكم والتغيير. والتغيير راهو يجي بخطوات بسيطة، ما يجيش بخطوات عملاقة. بالتوفيق أستاذة، ربي يعاونك إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين. So goodbye. Thank you for your coming. Thank you for your trust. شكرا على مجيئكم، شكرا على ثقتكم. نشوفكم إن شاء الله في لايفات أخرى، وشكرا لأكاديمية العقل الماسي على هذه الفرصة حتى نبث طاقتي فيها. So صحة سحوركم ونهاركم جميل إن شاء الله.